المشاهدين عبر قناة نيوسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير. بمناسبة رأس السنة الميلادية، تتقدم الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نيوسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين والزملاء العاملين فيه بأسمى التهاني وأجمل التبريكات بهذه المناسبة العطرة، ضارعين إلى الله تعالى أن يكون العام الجديد عام بركة وإيمان وأخوة ووئام. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملك ينعم على مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بوسام مئوية الدولة الأولى. جلالة الملكة وولي العهد ورئيس الوزراء يهنئون برأس السنة الميلادية. 3 زيارات خارجية للبابا فرانسيس العام الماضي، أبرزها الزيارة التاريخية للعراق. وزيارة البطريرك بيتسابالا لغزة من علامات البشائر للرعية بعامهم المنصرم. أمر الدفاع 35 يدخل حيز التنفيذ منذ بداية العام الجديد. وفيها أيضاً عيد الظهور الإلهي، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولس السادس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف الأب المفترض ليسوع، وقال: حتى نفهم أبوة يوسف المفترضة أو الشرعية، يجب أن نعلم أنه في القديم في الشرق كان التبني كثيرا جدا في ذلك الزمن، وكون يوسف الأب الرسمي ليسوع مارس حقه في إعطاء اسم لابنه والاعتراف به قانونياً. وكان يوسف يعلم من قبل أن ابن مريم كان له اسم هيأه له الله، وهو يسوع، ويعني الرب يخلص، كما شرح له ذلك الملاك. هذا الجانب الخاص من شخصية يوسف يسمح لنا اليوم بأن نفكر في الأبوة والأمومة. لا يكفي أن ننجب ابناً حتى نقول إننا أيضاً آباء أو أمهات، فالآباء لا يولدون آباءً بل يصبحون آباء. ولا يصبح المرء أباً لمجرد أنه ولد له ابن، بل لأنه يعتني به بمسؤولية. وقال قداسته: أفكر بشكل خاص في كل الذين ينفتحون على استقبال الحياة من خلال عملية التبني. هذا الرابط ليس أمراً ثانوياً ولا هو قرار سهل، بل هو من أعلى أشكال المحبة والأبوة والأمومة. فكم من الأطفال في العالم ينتظرون من يعتني بهم، وكم من الأزواج يرغبون في أن يكونوا آباءً وأمهات لكنهم لا يستطيعون لأسباب بيولوجية. يجب ألا نخاف من أن نختار طريق التبني ونتحمل مغامرة الاستقبال. أتمنى أن تساعد المؤسسات الرسمية على ذلك، ومع اتخاذها الحذر اللازم في هذا المجال أرجو أن تسهل أيضاً الإجراءات اللازمة حتى يتحقق حلم الصغار الكثيرين الذين هم بحاجة إلى عائلة، والأزواج الكثيرين الذين يرغبون في أن يشملوا غيرهم بحبهم. صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بوسام مئوية الدولة الأولى. هنأت جلالة الملكة رانيا العبد الله بحلول العام الميلادي الجديد، وكتبت جلالتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: كل عام وأنتم بخير.
كما هنأ سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بحلول العام الجديد 2022. وقال سموه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: في عامنا الجديد نسأل الله الخير كله لأمتنا العريقة ووطننا الحبيب. وفي ذات السياق هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بمناسبة العام الميلادي الجديد وقال عبر تويتر: نودع عاما ونستقبل آخر، ونحن نتضرع إلى الله العلي القدير أن يديم الخير والبركة والطمأنينة على أردننا الغالي وشعبنا الأبي الكريم بقيادة ملكنا المفدى جلالة الملك عبد الله الثاني أعز الله ملكه وحفظه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. في كلمة له بمطلع العام الميلادي الجديد، أكد الأب جمال خضر النائب البطريركي اللاتيني في الأردن أنه من خلال الكشافة تتم التربية الشمولية للشباب، وهي تربية دينية وروحية واجتماعية مبنية على القيم الإنسانية، ورابطهم بالأساس هو الأخوة بين الجميع. من الأمور المفرحة أن نرى مجموعات كشفية مختلفة في رعايانا وفي الأردن، والكشاف له أهمية خاصة في الكنيسة كجزء من الكنيسة. من خلال الكشاف تتم هذه التربية الشمولية، التربية الدينية والروحية، التربية الإنسانية، التربية الاجتماعية، عندما يختلط أعضاء الكشاف بعضهم مع بعض ويتعاونون فيما بينهم، ولكن هنالك تربية أيضا على القيم، القيم الإنسانية، القيم الروحية، القيم المسيحية، في الأخوة ما بين الجميع، في المساواة ما بين الجميع، في الوقوف مع كل محتاج، في عملية التطوع أيضا لخدمة المجتمع المحلي، في الانتماء إلى الوطن. ونرى دائما فخر المجموعات الكشفية عندما تحمل علم الوطن على مقدمة المجموعات. هذا الالتزام للأطفال، هذه التربية، هذا الاعتماد على النفس، البحث عن حل للمشاكل. فالتربية في الكشاف، وهي التي نؤمن بها في الكنيسة والتي ندعمها في الكنيسة، هي تربية شمولية، نفسية، اجتماعية، وطنية، وخاصة تربية روحية دينية منفتحة على الجميع، على جميع الكنائس وعلى جميع المواطنين وعلى جميع أتباع الديانات الأخرى، لأن الهدف من الكشاف هو هذه الخدمة المشتركة للوطن والانتماء إليه. والكشاف أجيال بعد أجيال، وكل جيل هو يربي الجيل الذي بعده على هذا الالتزام، على هذا الانضباط، وعلى هذه المحبة للكنيسة، للمجتمع، لله وللوطن أيضا. منذ اليوم الأول من هذا الشهر دخل أمر الدفاع رقم 35 حيز التنفيذ، وبناء عليه لا يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح الوقائي من كورونا، كما لا يسمح لأي شخص تجاوز 18 عاما من عمره بمراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية والعامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي اللقاح. وتغلق منشأة القطاع الخاص التي تسمح لموظف في المنشأة بالالتحاق بالعمل بدون تلقي اللقاح لمدة أسبوع، إذا كانت المخالفة للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة، ويتم إعادة فتح المنشأة التي تم إغلاقها في حال تصويب المخالفة. كان عام 2021 عاماً مفعماً بالالتزامات والنشاطات والزيارات الخارجية لقداسة البابا فرانسيس، حيث تخلل هذا العام ثلاث زيارات رسولية خارج الأراضي الإيطالية، وأهمها الزيارة التاريخية للعراق ولقاؤه مع المسؤولين العراقيين ورؤساء الكنائس وأبناء الرعاية. إلى المزيد في هذا التقرير. مما لا شك فيه أن الزيارة الرسولية التي قام بها البابا فرانسيس إلى العراق من الخامس وحتى الثامن من آذار الماضي، والتي وصفت بالتاريخية، احتلت مكانا هاما على قائمة نشاطات البابا في العام الماضي، حيث كانت أول زيارة يقوم بها حبر أعظم إلى بلاد الرافدين المعذبة بسبب الحروب المتتالية وتفشي سرطان العنف المتطرف والأصولي.
وعلى الرغم من كل المخاطر أصر البابا فرانسيس على زيارة هذا الشعب الذي لم يتمكن البابا الراحل يوحنا بولس الثاني من زيارته لعشرين سنة خلت. وبالإضافة إلى لقاء البابا فرانسيس السلطات المدنية والرعاية المسيحية، كان له أيضا لقاء مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني. في شهر أيلول الماضي زار البابا سلوفاكيا وتوقف أمام نصب المحرقة النازية هناك، متحدثا عن التجديف عندما يستخدم اسم الله للقضاء على كرامة الإنسان، كما ندد بالعنصرية والتمييز خلال زيارته للغجر في لونيك. وفي إطار زيارته الرسولية إلى قبرص واليونان، توجه قداسته إلى جزيرة ليسبوس اليونانية التي تأوي أعداداً كبيرة من المهاجرين واللاجئين يعيشون في أوضاع غير إنسانية. منذ مطلع العام الماضي ولغاية شهر تشرين الثاني الماضي، أصدر البابا 8 إرادات رسولية صبّاً الاهتمام على الإصلاحات، فأدخل تعديلات في المجالات الرعوية والمالية والقانونية، ومن بين هذه الإرادات الرسولية تلك الصادرة في 24 من أذار الماضي، والتي تقضي بخفض رواتب الكرادلة وكبار الموظفين في الكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاحتواء العجز المالي. وفي 11 من أيار أصدر إرادة رسولية تقضي بإنشاء خدمة معلم التعليم المسيحي. ومن بين الزيارات التي قام بها قداسته في إيطاليا، لابد من التذكير بزيارته لأسيزي مدينة القديس فرانسيس، حيث جمع الحبر الأعظم أكثر من 500 فقير من إيطاليا وأوروبا، وسلط الضوء على الأشكال الجديدة للفقر ومعاناة النساء اللواتي يعاملن كسلع والأطفال ضحايا العبودية والعاطلين عن العمل. وفي رسالته إلى المشاركين في اللقاء العالمي الرابع للحركات الشعبية، أطلق البابا فرانسيس نداءً إلى أقوياء الأرض، داعياً للعمل من أجل عالم أكثر عدلاً وتضامناً، مطالباً بإلغاء الديون الخارجية عن البلدان الفقيرة وحظر السلاح ورفع العقوبات وتوفير اللقاحات للحجاج. كان عام 2021 زاخراً بنشاطات غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وكان أبرزها زيارته الرعوية والهامة إلى غزة والاستقبال الحار له من قبل الرعية لحظة وصوله عند حاجز بيت حانون، وزيارات غبطته التفقدية لأحوال المسيحيين في القطاع. تفاصيل أوفى حول هذه الزيارة في التقرير التالي. مع بشائر الفرح التي تحملها أجواء عيد الميلاد المجيد، استقبلت رعية اللاتين عند حاجز إيرز بيت حانون في 17 من كانون الأول البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا في زيارته الرعوية لغزة. زيارة غزة هي هامة في كل عام، وهي هامة هذا العام أيضا، أولا وقبل كل شيء لتعزيز جميع برامج البطريركية اللاتينية، ولنظهر ونؤكد لمجتمعنا ونثبت أن ما نقوم به ليس مجرد حل مؤقت أو برنامج مؤقت، ولكنه التزام مفتوح أيضا للمستقبل. من حارة لأخرى ومن منزل لآخر، تجلت المحبة الأبوية للبطريرك بيتسابالا من خلال زيارته لأبناء الرعية كباراً وصغاراً، شيوخاً ومرضى، واطلاعه عن كثب على أوضاعهم المعيشية. أجمل لحظة في الزيارة هي بالطبع الزيارة للعائلات، فهي مؤثرة للغاية، خاصة عند وصولك إلى أسر فقيرة وعائلات تعاني من مشاكل،
هذه زيارات هامة جدا بالنسبة لي، وهذا يمنحني القوة عندما أرى هؤلاء الناس في هذا الوضع وهم أقوياء أيضا وموحدون، وهذا يمنحني أيضا القوة في خدمة للجماعة الكاثوليكية للبطريركية اللاتينية. وشملت زيارة البطريرك بيتسابالا بعض المؤسسات المسيحية الفاعلة في القطاع، فأسرت قلبه واستحوذت على وجدانه، ومن بينها بيت أخوات مرسلات المحبة راهبات الأم تريزا، وما يقمن به من جهود في خدمة الإنسانية جمعاء. وهي المؤسسات ما بتخدم فقط المسيحيين، بالعكس هي بتخدم كل المجتمع الفلسطيني وخصوصا المجتمع الغزاوي، بغض النظر عن دينه، عن عرقه، عن شو هي معتقداته. فلهيك احنا اليوم متواجدين لحتى نتعايش مع اخواتنا المسيحيين، وكل عام وانتم بخير، وبتمنى لكم سنه سعيده عليكم. تفانيهم رائع، ومن خلال اعمالهم الخيريه ومن خلال حبهم نرى مدى حب المجتمع الاسلامي لهذه المؤسسات ودعمها، وكيف تكون هذه المؤسسات طريقة ملموسة للغاية، حيث يرى الجميع ماذا يعني أن تكون مسيحيا. الكنيسة الكاثوليكية الدير اللاتين، إحنا 134 نفر، إحنا عنا ثلاث مدارس، في مدرسة الوردية ومدارس البطريركية الدير اللاتين والعائلة المقدسة، في المركز لتدريب للشباب لتانشيا القديس توما داكويني، أن المستشفيات والمراكز المسيحية والعيادات ولا سيما كاريتاس، في البيت للأطفال والمسنين اللي باحتياجات الخاصة لرهبات مادري تيريزا، في مبادرة لأطفال الفراشة في كل القطاع غزة. وقدم أطفال الرعية عرضا مسرحيا يروي قصة الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة، تلتها إضاءة شجرة العيد. ضلها فرحتنا ناقصة، لأنه إلا إلنا أهالي برا وإخوة وخوات في الضفة، وبنفس الوقت مش قادرين نطلع نعيد معهم. فبس العيد هي في العيلة في الكنيسة، لأنه هي كنيستنا بتحسسنا بالعيد وبأجواء العيد. حتى كمان إحنا بنشوف العيد بفرحة أولادنا، إنه بيجوا بيشاركوا بنشاطات وبأشياء بتفرحهم، فهو العيد بالنسبة فرحة أولادنا. إحنا مجرد ما شفنا أولادنا مبسوطين هو هذا العيد لإلنا. بدأنا مناقشات مع السلطات من أجل السماح لأفراد الطوائف المسيحية بالوصول على الأقل إلى الضفة الغربية. آمل أن نتمكن من الحصول على حل ملموس لهذا الأمر، فأنا أكثر إيجابية من الماضي بهذا الشأن. واختتم غبطته زيارته الرعوية إلى غزة بقداس احتفالي قام خلاله بتعميد إحدى بنات الرعية، في مشهد يعبر عن رعاية البطريركية ومتابعتها عن كثب لشؤون الرعية اللاتينية في غزة. تعد كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان أحد أهم وأقدم كنائس مدينة مادبة، وهي واحدة من مجموعة الكنائس في الأردن الدالة على قدم المسيحية في المنطقة. نورسات الأردن زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. في مدينة مادبة المعروفة بالمدينة الفسيفسائية توجد الكثير من الكنائس التاريخية القديمة والحديثة التي جعلت منها وجهة للزائرين من كافة أنحاء العالم. ولعل أبرزها إلى جانب كنيسة الخارطة كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان للاتين، والتي تقع وسط المدينة. فقد تأسست هذه الكنيسة منذ عام 1913، ويرتادها الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نال
تمد منه الحياة. الأب مروان حسان الكاهن المساعد في الكنيسة تحدث لنور سات حول بدايات تأسيسها وأقسامها ومن أين أتت تسميتها ودور العشائر المسيحية في إقامتها. من المعروف أنه مادبة مكونة من الشريحة العظمى فيها كلاتين وهي عشيرة العزيزات، هاي العشيرة الكبيرة اللي نزحت من الكرك على أثر بعض الاضطهادات والمشاكل اللي صارت في الكرك، نزحت من هنالك بسنة 1880، إجوا من الكرك لذيبان ومن ذيبان إلى مادبة. وأول ما إجوا على مادبة طبعا كان معهم الخوري تبعهم هو اسمه أبونا اسكندر مكانيو، وأول ما إجوا ضربوا خيامهم وضربوا أماكنهم في الجهة الغربية لمادبة حيث كان هنالك العديد من المغر، وكانت المغارة الكبرى استخدمت كبيت للكاهن وأيضا لمكان العبادة والصلوات والقدديس. طبعا أول ما إجوا لهنا حاولوا أنهم يبنوا كنيسة، حاولوا أنهم يبنوا مكان صغير حتى يصلوا فيه. صراحة أبونا اسكندر ما قدر أنه يبني هذا الشيء، إجا بعد أبونا اسكندر أبونا داود، وأبونا داود هو أول واحد بنى أول غرفة صغيرة في هاي المنطقة حتى تكون مكان للعبادة، وطبعا بنى هاي الغرفة على أثار رومانية قديمة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك روح ملجأ لكل الخطى. تحتوي كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان على عدة أثار قديمة تقع أسفل مبناها الحالي، وتغطي جدرانها من الداخل الرسومات والتصاوير والمنحوتات المميزة التي تمثل حياة يوحنا المعمدان، كما تحوي على نسخة طبق الأصل للأرضية الفسيفسائية في أم الرصاص. فكنيستنا أصلاً هي مبنية على آثار رومانية قديمة وعلى آثار بيزنطية، فإذا نأخذ جولة بعدين في هذه الكنيسة إذا نزلنا لتحت الكنيسة هنالك آثار بيزنطية قديمة وآثار رومانية، ويعتقد أنه في هذا المكان كان هناك القلعة الرومانية التابعة للرومان. كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة في عشية عيد الميلاد بسنة 1913، ب24/12/1913 كان أول قداس يقام في هذه الكنيسة، وسميت هذه الكنيسة على اسم قطع رأس يوحنا المعمدان لأنه هي أقرب كنيسة إلى مكان استشهاد يوحنا المعمدان في منطقة مكاور التي تبعد 10 كيلومتر إلى الجنوب من مادبة، فسميت على هذا الاسم. وعلاوة على أنها تعد أقدم كنيسة تقام فيها الشعائر الدينية في مادبة دون انقطاع، فإن كنيسة قطع رأس يوحنا المعمدان ونظرا لأهميتها ومكانتها بين أبناء المجتمع المسيحي المحلي فإن رعاياها يحرصون على إقامة نشاطاتهم ومناسباتهم وقداديسهم داخل هذه الكنيسة، حيث احتفل في عام 2013 بالمئوية الأولى على تأسيسها. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. ودعت رعية كنيسة القديس بولس الرسول في جبيهة نهاية العام 2021 بقداس شكر إلهي، ترأسه الأب سامر مدانات رعي الكنيسة بمساعدة الكاهن سليمان حفاوي وبحضور عدد من أبناء الرعية. وبعد الاستماع لعظة القداس التي ألقاها الأب مدانات، تبادل الحضور التهاني بالعام الميلادي الجديد. نذكر خطايانا ونندم عليها، كل خطايا هذا العام، كل ما صدر منا، ونخص بالذكر من تكبر، من عصيان وعدم إصغاء لكلمة الرب، من اللامبالاة
وعدم الاكتراث لحضور الله في حياتنا. خطايا المحبة وقساوة القلب، وخاصة في عدم منح الغفران للقريب والبعيد. خطايا الجسد، الشهوات الجسدية وكل ما يختص بالحواس الخمس بكياننا البشري. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأبنبي الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات معالي الأستاذ محمد داودية رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور الأردنية، وكان موضوع حلقة البرنامج الأردن نموذج التنوع في المشرق، حيث أشار ضيف البرنامج إلى أن الأردن ضرب أروع الأمثلة في التسامح والعيش المشترك بين أصحاب الديانات السماوية بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وسياساتها المعتدلة، مبيناً أن العلاقة التاريخية بين المسلمين والمسيحيين في الأردن تعتبر نموذجاً راقياً ومتقدماً في التسامح بين الأديان، وهذا واجب يحمله الأردنيون جميعهم. المزيد في هذا الحوار. اسمح لي أن نبدأ من تجربتك. نعم. في التنوع، وأنت الذي يعني لا يتوانى عن التأكيد على ثراء وثروة الأردن التي هي إنسانه، وهذه الرحابة الموجودة في وطننا والعلاقة ما بين مكوناته. نعم. تجربتك ثرية يا سيدي. أبونا الحبيب، أنا ما بدي اخترع البارود أنا وياك، إحنا بدنا نحكي على إشي إله 70 سنة. الدستور الأردني، نعم، سنة 1952 الدستور الأردني بيقول في مادته السادسة البند 1، نعم، الأردنيون أمام القانون سواء، نعم، لا فرق بينهم، بجوز مش بهذه الدقة، نعم، لا فرق بينهم بسبب اللون أو الجنس أو الدين إلى آخره. حتى الجنس لا، ما حطوها لا فيه، نعم، لازم يحطوها العرق أو اللغة، نعم، أو الدين، نعم، لازم يحطوا رابعا الجنس الذكر والأنثى، الجندرية دخلت الآن، نعم. فإحنا والله من 72 سنة دستورنا بيقول لنا أنتوا هيك. بعدين هذا الدستور لما بيحط هذه الفقرة، الدستور عمليا تعبير عن خلاصة ما في المجتمع، التفاعلات اللي صارت في المجتمع بيجي الدستور بيلخصها. صحيح. بيصير تعديلات دستورية لأنه في حاجات جديدة. طيب. فلما الدستور حط هالكلام ووضع الدستور على دور الملك طلال الله يرحمه، وتابع الملك حسين مسيرة جليلة وعظيمة في هذا الباب، وأيضا نعم، جلالة الملك عبد الله، إحنا أسرتنا الهاشمية الحقيقة كمان يعني قدوتنا في هذا التنوع، وأنهم يعني وديننا ودينك طبعا، نعم، كل هذه الأديان يعني تحضنا على المحبة، تحضنا على المساواة، تحضنا على التعاون. بعدين يا سيدي الطبيعة تعددية، في ذكر وفي أنثى وفي ليل وفي نهار وفي شمس وقمر وإلى آخره. الواحدية لله فقط، مش إلنا، مش للإنسان. التنوع غنى والتنوع قوة. أنا بعتز إنه سيد المسيح عليه السلام نزل في بلادنا وقدسها وطهرها، بعتز في ستنا مريم العذراء، وبنحكي بيننا وبين بعض مريم، وبنحكي علي، وبنحكي عمر، وبنحكي العهد العمري. أنا ليش أبو عمر؟ جد ليش أبو عمر؟ أنا لأنه عمر بن الخطاب الخليفة العظيم هذا هو صاحب العهد العمرية، هو صاحب التنوع. مروان المعشر ليش أبو عمر؟ طارق مصارو ليش أبو علي؟ هذا الانسجام، هذا الاندغام اللي بين كل مكون، ما لا مندري إحنا عن بعض، لا سمح الله أنا وياك بهالشو اسمه، أنا بعطيك دم وبتعطيني دم، لشوف الدم فيه يعني شوية بيختلف، نعم، تلفش على الجينات وعلى، نعم، قصدي على المكونات الكيميائية تبع الدم. فإحنا سيدي وأبونا الحبيب، إحنا منتميز عن كل الدنيا إنه عنا المسجد الأقصى، وعنا كنيسة المهد، وعنا كنيسة القيامة، وعنا المغطس، مغطس سيد المسيح.
بمناسبة الاحتفال بعيد القديس نيقلاوس وبعد قداس احتفالي جرت في بلدة بيت جالة بفلسطين وبأجواء مفعمة بالفرح والسرور، مسيرة تقليدية جابت شوارع المدينة بمشاركة واسعة من المجموعات الكشفية والمواطنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. احتفلت مدينة بيت جالة بعيد القديس نيقلاوس شفيع البلد بقداس احتفالي ترأسه غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس والأراضي المقدسة والأردن، وبمعاونة كهنة الرعية وحشد من الكهنة. ابتدأت الصلوات في كنيسة القديس نيقلاوس بحضور معالي الوزير الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين والقنصل اليوناني العام في القدس خريستوس، وبحضور السيد عيسى قساسية سفير فلسطين في حاضرة الفاتيكان ومدير عام اللجنة السفيرة أميرة حنانية والسيد نيكولا خميس رئيس بلدية بيت جالة وأعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات الرسمية والوجهاء والجوقة التي أحيت القداس بأصواتها الشجية والمؤمنين الذين أتوا من المحافظة وخارج المحافظة للمشاركة في هذا الاحتفال المميز. احنا موجودين هون للاحتفال بالعيد، نتمنى أن يكون عيد سعيد على الجميع ويعم السلام على مدينتنا الحبيبة. بتمنى للكل كل أسمائهم نيقولا كل عام وأنتم بخير، بتمنى السلام للجميع في بلد السلام. اليوم نحتفل بكنيستنا بعيد مار نيقولا، إن شاء الله الجميع بخير يا ربي ويزول هالوبا والأمراض عن الجميع وكل سنة وأنتم سالمين. إحنا هون اليوم لنحتفل مع بعض كلنا بعيد القديس مار نيقولا شفيع بيت جالة. الأولاد هون والعيلة والأجواء كتير حلوة وكلنا انبسطنا وكل سنة والجميع ألف خير. وفي كلمة لغبطة البطريرك الذي رحب بها بحضور معالي الوزير الدكتور خوري نقل بدوره تحيات فخامة الرئيس محمود عباس بمناسبة عيد القديس نيقلاوس، كما وأثنى على متابعة اللجنة لكافة الأمور المختصة في الكنائس والمؤسسات التابعة لها. وأنا باجي كل سنة للاحتفال مع أهل المدينة لأنه هي رمز للعطاء والمحبة والتضحية، وبتشوفي ويمكن أنت صورتي قديش التفاعل المسيحي والوجود المسيحي في بيت جالة اللي احنا بهمنا كلجنة رئاسية نحافظ عليه ونحميه ونوسع نشاطاته. اليوم مدينة بيت جالة والمحافظة وزوار المدينة احتفلنا مع بعض بعيد القديس نيقلاوس مدينة بيت جالة، كل عام في 19-12 بتحتفل بهذا العيد العظيم اللي هو شفيع مدينة بيت جالة قديس نيقلاوس. القديس نيقلاوس يوم أتى إلى مدينة بيت جالة في القرن الرابع الميلادي اختار مدينة بيت جالة لأن هي قريبة جدا للمغارة التي ولد فيها السيد المسيح له المجد. كان يعمل بصمت، كان يساعد الفقراء، كان يعلم الجميع، تعلمنا منه المحبة، تعلمنا منه انه دائما نعمل لخدمة الوطن، دائما نعمل لخدمة اهلنا وحبايبنا في كل انحاء العالم. طبعا مدينة بيت جالة فينا كثير مغتربين اقتربوا وعايشين في كثير من هذا الموقع من جمعية الاحسان الارثوذكسية اللي هي ام المؤسسات وبنقر من كنيسة القديس نيقلاوس. بعيد على الجميع وبكلهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله السنة الجاي الجميع بنعيد مع بعض في مدينة بيت جالة في هذا العيد العظيم. وبعد انتهاء القداس الاحتفالي أقيمت مسيرة تقليدية جابت شوارع المدينة بمشاركة واسعة من المجموعات الكشفية والرواد والمدعوين وبأجواء مليئة بالفرح والسرور. هي أجواء ميلادية واحتفالات دينية تشهدها الكنائس احتفالاً بعيد القديس نيقلاوس وتضرعات إلى الله بأن يزول الوباء ويحل السلام في العالم. لنرسات مارلين الحدوى من كنيسة القديس نيقلاوس بيت جالة. قا
تقدم برنامج صباحكم نور التي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأبجور شرائحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان عيد الظهور الإلهي، حيث تناول البرنامج كيف يتعين علينا أن نعيش هذا الظهور في حياتنا الخاصة، كما كانت هناك مداخلتان عبر اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين والأب جريس سميرات. فإلى هناك الناس يعني لما بدها تقرأ الإنجيل وتقول إنه ظهر يسوع المسيح يعني بظهور الإلهي كطفل، هو أيضا هذا ظهور إلهي للبشرية، لكن العيد مخصص له ظهور الإلهي العلني على نهر الأردن، أخذته هذا هاي المناسبة وحددت عيد. ممكن سؤال دكتور بعد الميلاد وأيضا ضمته العيد للعماد، يعني في ناس بتقولك عيد الظهور الإلهي منفصل عن عيد الإغطاس أو عماد الرب، وفي ناس بتجمعهم مع بعض. بالضبط. أنا في ممكن سؤال دكتور بيسألوا إنه ليش بيتعمدوا بالماء مثلا، ليش مش رمزي يعني يحط إيده ويمسحه بالزيت مثلا زي ليش بالماء؟ هلا بالعودة للماء بكل الديانات بلا استثناء كان للماء هاي رمزية التنقية من الخطايا، يعني بنشوف الاغتسال اللي عند اليهود بالجر من الحجر اللي بيعبوه مي وبيغتسلوه كانوا فيه، بنشوف الوضوء عند إخواننا المسلمين، وكل الديانات الوثنية حتى القديمة كان في عندهم طقوس معينة يغتسلوا فيها من خطاياهم كتوبة احتفالية قبل أعيادهم قبل مناسباتهم. كانوا الماء رمزيتها إنه كيف لما الواحد بيتحمم بنزل الوسخ، فهي رمزية للتنقية من الخطايا كانت عند كل الديانات. نعم. لشان هيك حكى يوحنا المعمدان أنا أعمدكم بالماء. بالماء ولكن من سيأتي بعدي الذي كان قبلي سيأتي ويعمد بالماء, بالماء والروح القدس. فمشان هيك نزلت الحمامة يقول لك فاصل ما بين معمودية يوحنا المعمدان وكل الاغتسالات اللي صارت سابقا وما بين معمودية يسوع المسيح اللي راح تكون نورانية تعطي هاي الألسنة النار تعطي هاي الطاقة الإيجابية في حياة الإنسان اللي مرات كثير للأسف بشغالاتنا بأشياء مادية وبأشياء وظيفية وبأشياء بتخف الهالي من حياتنا، ولكن بنشوفها أكثر إشي بالأدير لما تروحي على دبين لما تروحي على معين لما تروحي على الجبال على نيبو على تطلعي بهالمناطق تروحي على حريصة بلبنان على قديشة وادي القديسين في طاقة بتشميها بالنفس بتدخل مع الروح. يعني كثير الآباء الأجر اللي بيعيشوا الحياة النسكية ركزوا خصوصا إغناطيوس الأنطاكي ركزوا على موضوع التنفس النفس كيف انك تفعلي الروح القدس في حياتنا الظهور الإلهي في داخلي بأعماق نفسي مع النفس مع دقات قلبي هيك لما يكون واحد مسبح هيك مستجم بس مسترخي وبشوف أيقونات أمامه هيك ومغمض عيونه بشوف أيقونات بشوف يسوع بشوف العذراء وهالنفس هاي هي الطاقة اللي بتخليه ثاني يوم يقدر يقوم في شغله. إذا ما كان عندنا الواحد هاي الخلوة الروحية بين مزدوجين إذا ما كانت عندنا في حياتنا وشبه مستمرة يعني ما بأسبوع كامل يمرق وما يكون فيها يعني بكل الحضارات والثقافات قام يوم العطلة يوم الراحة عند اليهود السبت عند الإسلام الجمعة عند المسيحية الأحد. ليش طيب هذه الراحة؟ الناس مفكروها للتسلية مضيعة الوقت الأكل والشرب والنوم، يعني بتلاقيهم بطبخوا المقلوب الجمعة المنسف الجمعة اليوم العطلة كل واحد بيركز على أشياء عشان يهرب من الإشي اللي داخله اللي هو العميق اللي هو ربنا. دائما بنفل على ربنا بنلتهي عنه ساعة على ربك وساعة على قلبك خلينا هلا ننبسط خلينا هلا نتركها ومش كلها صلاة وعبادة مش كلها تأخذنا إياها ماشينا على الخط المستقيم خلينا نعمل فهاي اللي بشتتنا هذا اللي بيبعدنا. فاليوم الظهور الإلهي ساطع. صباحك نور وكل عام وانت بخير أبونا. صباح الخير وكل عام وانت بخير والمشاهدين بألف خير. الله يخليك يا أبونا. صباحك نور. أهلين أبونا جورج. يعني نحن أول حلقة من العام الجديد لابد أنه نتكلم عن الظهور الإلهي لهالبشرية ولهالعالم وعلى الأرض ظهور الإلهي ومعناه وما وكيف نقدر نربطه في ظهوره في حياتنا. أكيد. تفضل أبونا. إذن حديثنا اليوم هو عن عيد الغطاس اللي يعني هو عيد الظهور ظهور الرب. نستطيع أن نقول ما يلي: أولا حتى بداية القرن الرابع
كانت الكنيسة تحتفل بثلاثة أعياد في يوم واحد، يوم 6 كانون ثاني، وهي عيد الميلاد، عيد زيارة المجوس للرب، وعيد اعتماد يسوع في نهر الأردن. وكل هذه هي أعياد ظهور الرب. عيد الميلاد هو عيد ظهور الرب بالجسد، وفي زيارة المجوس عيد ظهور الرب بالشعب الوثنية في شخص المجوس، وفي عيد العماد عيد ظهور الرب يسوع لليهود عندما قال الله بصوت عال أمام جموع اليهود ليسوع: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. لكن عندما ظهرت هرطقة تنكر ألوهية المسيح الأزلية تقول إن المسيح أصبح ابنا لله فقط يوم اعتماده، قامت الكنيسة بنقل عيد الميلاد من 6 كانون ثاني إلى 25 كانون أول، وهو عيد الشمس عند الرومان. وقالت الكنيسة إن المسيح هو ابن الله منذ مولده وقبل أن يولد من مريم، وكذلك هو شمس العالم، ولكن ليس الشمس المادية بل شمس الحق والبر والعدل كما جاء في الكتاب المقدس. وأبقت الكنيسة عيد زيارة المجوس للسيد المسيح يوم 6 كانون ثاني، ونقلت عيد عماد المسيح إلى الأحد الذي يلي عيد زيارة المجوس. إن الله لا تهمه الكثرة أو القلة فيما تعطيه، إنما يهمه قلبك. لذلك ذكر أن الأرملة التي أعطت الفلسين قد أعطت أكثر من الجميع، لأنها أعطت محاجتها وصبرت الله على نفسها. الذهب يرمز إلى السيد المسيح كملك، يرمز إلى الشيء الثمين، ويرمز إلى النقاوة لأنه ينقى بالنار، ونفسك هي أغلى ما تملك. فهل تحافظ على نقاوتها؟ وهل تقدمها للرب لكي يملك عليها؟ أم تقول مع اليهود: لا نريد أن يملك هذا علينا؟ اللبان يرمز إلى المسيح الكاهن، لأن اللبان هو حبات البخور التي توضع في المجمرة، وتقديم البخور هو من عمل الكهنة فقط. البخور أيضا يرمز إلى العبادة، إلى الصلوات القديسين التي ترفع إلى الله كما يرتفع دخان البخور أمام الله في الهيكل. فهل عبادتنا وصلواتنا ترتفع صادقة مخلصة أمام الله، أم هي مجرد كلام سطحي؟ المر يرمز إلى آلام السيد المسيح من أجلنا. المر نوع من العطور، هو عطر سائل، رائحته عطرة ومذاقه مر، أي أن آلام المسيح مرة لكن رائحتها زكية أمام الله لأنه بها خلصنا. فالخلاص والمجد لا يتم إلا بعد الألم. ينبغي لابن الإنسان أن يتألم قبل أن يدخل إلى مجد. والألام يقول لنا القديس بولس هي طريق المجد. إن ألام هذا الدهر لا تقاس بالمجد المزمع أن يتجلى فينا. هكذا المسيحي باحتماله الألم يسير في طريق المجد على مثال السيد المسيح، لأن التلميذ ليس أفضل من معلمه. أبونا، بما أنه نتكلم عن الظهور الإلهي، فكيف تعيش هذا الظهور في حياتك؟ ممكن هيك تحكي للمشاهدين يعني أيضا، خاصة وأن الظهور الإلهي الإنسان لما بيكون ممتلئ بيعطي وبصير عطاءه مميز. فتخبرنا أبونا. أنا بتمنى أنه كل إنسان فينا في هاي الفترة الزمنية الصعبة اللي إحنا عم بنمر فيها، نعم، كما نسمي أو كما نحن نؤمن بالظهور الإلهي، أن يكون الظهور الإلهي أيضا في داخل كل نفس فينا. نعم. أن نحتضن الآب وأن نحتضن الإبن وأن نحتضن الروح القدس، ليظهر ذلك مليئا في عملنا نحن في هذا الحياة اللي احنا عم بنعيشها. نعم. هناك رمز جليل للظهور الإلهي اللي احنا هلا عم بنهيئ انفسنا للاحتفال فيه، اللي هو عيد القطاس. نعم. لكن من قبل الظهور الإلهي كان هناك ظهور لنعمة الروح القدس في عندما صعد الرب يسوع المسيح وقال لتلاميذه ان لا تبرحوا من اورشليم حتى تنالوا قوة من علا. فكان عندما حل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50، نعم، وهذا كان أول ظهور للروح القدس. لكن حتى يظهر الله نفسه إلينا بالثالوث القدوس كاملا، نعم، فعندما حضر من الجليل إلى نهر الأردن
حيث كان يوحنا المعمدان يعمد هناك. يوحنا كان يعمد في معمودية التوبة. نعم. وكما قال أبونا جورج قبل شوي أنه يوحنا كان يعلن هناك من يأتي بعدي ذاك الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار الذي لست أنا مستحقا أن أحل سير حذائي. يعني حتى رباط الحذاء. شوف عظمة يوحنا المعمدان. نعم. اللي هو خاتم للعهد القديم وواصل في العهد الجديد، يعني هو الموصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد. نعم. ومن الأنبياء العظيمين جدا في الكنيسة، أنه لست مستحق، لكن عندما حضر الرب يسوع المسيح إليه وعبر النهر قل له يا رب أنت تطلب مني أن أعمدك، أنا بحاجة أني أعتمد منك، قال له ليتم كل بر. ومعنى كلمة ليتم كل بر أي ليتمم الناموس. نعم. حتى يكون في هناك إعلان رسمي بطبيعة المسيح البشرية التي ارتضى أن يتجسد فيها بأعشاء العذراء مريم. نعم. وهنا تنازل، هذا إعلان لتنازل الرب يسوع، لأنه أحب العالم، حتى أنه الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. نعم. إذن بهذا التنازل والتجسد ليرفعنا ويجعلنا محو أبناء لأبيه الطاهر، هو ابن بالطبيعة والجوهر. نعم. ونحن أبناء بالتبني، احنا أبناء الله، أبناء الملكوت. نعم. عشان هيك لما المسيح قال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا وأتي وأخذكم إلي، احنا عشان هو فتح هذا الطريق إن في من خلال ظهوره الإلهي ومن رمز معموديته المقدسة في نهر الأردن. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك ينعم على مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بوسام مئوية الدولة الأولى. جلالة الملكة وولي العهد ورئيس الوزراء يهنئون برأس السنة الميلادية. 3 زيارات خارجية للبابا فرانسيس العام الماضي أبرزها الزيارة التاريخية للعراق. وزيارة البطريرك باتسابالا لغزة من علامات البشائر للرعية بعامهم المنصرم. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursadjo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم طابت أوقاتكم ودمتم بخير. المسيح ولد فمجدوه.